إلى أي حد باعتقادك أوجع عبد الباسط الساروت رحمه الله نظام الأسد، حتى إن النظام يعني فيما سبق رصد جائزة تقدر بمليوني ليرة سورية وكانت تعادل في ذلك الوقت 35,000 دولار أمريكي، لمن يستطيع تسليم عبد الباسط الساروت لأي فرع من الأفرع الأمنية؟ إلى أي حد أوجع الساروت النظام؟ يعني النظام السوري يعلم حجم عبد الباسط الساروت وأهمية عبد الباسط الساروت، لذلك كان لابد أن يقوم بوضع جائزة مالية بهذا طبعا بهذا الكم الهائل. يعني نعرف نظام الأسد لا يمكن أن يدفع مبالغ مالية كبيرة إلا لشخص مهم أو شخصية كبيرة، فلذلك عبد الباسط الساروت كان يعني من الشخصيات الثورية التي أوجعت نظام الأسد، بدءا من حنجرته ومن ثم يعني بعد أن تحول الحراك الثوري إلى حراك مسلح. طبعا الحراك المسلح كان يعني نتيجة أن العالم توقف متفرجا على ما يحدث في سوريا من قتل وتهجير وتدمير، فلذلك كان للشباب أو فرض على الشباب حمل السلاح لحماية أنفسهم وحماية أعراضهم وأرضهم في كل المناطق السورية. فلذلك يعني كما ذكرنا بأن عبد الباسط الساروت كان من الشخصيات المهمة التي أوجعت نظام الأسد، والأهم من ذلك هو أن عبد الباسط الساروت كان من الشخصيات الجامعة، يعني كان يجمع الشباب حوله أينما وجد عبد الباسط الساروت في أي منطقة، إن كانت يعني منطقة معركة أو منطقة يعني هناك معارك بين الثوار والنظام، فكان عبد الباسط له ثقل بهذه المنطقة وهذا الأمر معروف عنه، فلذلك كان نظام الأسد يحاول أن يصل له بشتى السبل لقتله أو اعتقاله يعني على بأقل تقدير. فهذا ما حصل في أكثر من موقع، كان يحاول اعتقاله وقتله، كان يعني المنطقة التي تواجد فيها عبد الباسط الساروت يقوم بقصفها، وأنا طبعا تواجدت معه في أكثر من منطقة وتم قصف المنطقة لأن النظام أو نظام الأسد سمع بأن عبد الباسط الساروت متواجد بهذه المنطقة، لكن عبد الباسط كان يعني ربما من الشباب الأذكياء جدا، يعني كانت حركاته مدروسة، كان يعني أيضا من الشباب الذين يعني يخططون للحركة التي يقوم بها قبل أن يقوم بها، هذا الأمر كان معروفا على عبد الباسط الساروت.